يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير نادي الاهلي اللي بتتابعنا. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. تحياتي طبعا في البدايه لحضراتكم. يوم واحد بيفصلنا عن المباراه المنتظره والاخيره قبل توقف مسابقه الدوري، عشان طبعا مشاركه المنتخب المصري في بطوله كاس العرب اللي هتتلعب في قطر. المنتخب هيسافر يوم السبت. هقول لحضراتكم طبعا استعدادات المنتخب وتحضيراته لرحله سفره، وان شاء الله بطوله تكون موفقه. صحيح يبدو كده من اختيارات كارلوس كيروش انه الراجل مش مراهن قوي، او واخد البطوله على انها يعني نوع من الاحتكاك، نوع من تجربه بعض اللاعبين، لكن في النهايه اللعيبه اللي واخدها تقدر الحقيقه تقدم صوره كويسه جدا على منتخب مصر. وزي ما قلت لكم من فتره، رغم انه التشكيل يمكن نوعا ما يعني في معظمه بعيد عن القوام الاساسي للمنتخب، لكن دي في حد ذاتها ممكن تكون حافز كبير جدا للعيبه اللي بتظهر لاول مره بتيشيرت منتخب مصر انها تثبت نفسها وتدافع عن فرصتها مع المنتخب في اللي جاي وهو في منتهى الاهميه. مفيش لعيب في اي فريق في مصر ما بيحلمش يكون مع المنتخب في مشواره وفي مشاركته في كاس العالم، فبالتالي ده اكيد يعني هيكون حافز كبير جدا. الاهم واحنا بنتكلم على ماتش الاهلي وسموحه المحطه الاخيره، طبعا الهدف الاساسي النقطه 18، وانا قلت لكم لو مشيناها كده مع بعض خطوه بخطوه، سنه بسنه، نقطه بنقطه، او ثلاث نقط بثلاث نقط، الاهلي ان شاء الله قادر يحقق رقم قياسي جدا الموسم ده لو حافظنا على تركيزنا وتعاملنا مع كل ماتشات الدوري على انها ماتشات كؤوس. انا بيتهيألي ده التحدي الوحيد قدام لعيبه نادي الاهلي اللي عليها انها تخلق بيه حافز او دافع عشان تحقق بطوله الدوري، ومع البطوله باذن الله تيجي مجموعه كده من الارقام القياسيه. وليه لا، احنا الحقيقه مقدمين عروض اكتر من رائعه، والسكواد بتاعتنا الحقيقه السنه دي قماشه ثانيه خالص. اقول لحضراتكم طبعا يمكن من الحاجات الصعبه في ماتش بكره هو غياب ثلاثه من الاعمده الاساسيه او اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي. طبعا الف سلامه حسام حسن، والف سلامه علي معلول، الاثنين هيغيبوا لمده اسبوع يمكن لغايه لما يرجعوا مره ثانيه عشان يدخلوا في التدريبات الجماعيه، فبالتاكيد هما بره القائمه بكره، ومعاهم كمان عمرو السوليه اللي عنده ثلاث انذارات، وبالتالي الثلاثه دول غايبين عن مباراه بكره. لكن ده ما يقلقناش، نتمنى لهم السلامه ونتمنى لهم ان شاء الله يرجعوا بسرعه. لكن الحقيقه سكواد الاهلي مطمئنه جدا الى حد كبير لغايه بكره ان شاء الله. سؤالنا هيكون موجود على السوشيال ميديا، هيكون مين هم افضل ثلاث لاعبين في النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام غزه المحله. في انتظار اجاباتكم على فيسبوك، على تويتر، على انستجرام، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه من السادسه نعلن نتيجه مباراه المحل. طيب خليني بقى قبل ما ادخل في الاخبار وحلقتنا النهارده طبعا العالمي، هنروح طبعا نتابع تمرينه الفريق ونطمن على استعدادات الفرقه قبل مواجهه سموحه. لكن طبعا النهارده يمكن تابعنا امبارح الجوله الاولى، جوله الاسبوع الاولى يعني من مباراه الشامبيونز ليج، شفنا الحقيقه مباريات اكتر من رائعه. شفنا تالق لتشيلسي بيفوز بفوز عريض جدا على اليوفي بنتيجه 4-0. مان يونايتد بيرجع مره ثانيه حتى رغم الاخفاقات المحليه في البريمير ليج، لكن الحقيقه في الشامبيونز ليج قدر انه يتفوق على فيا ريال بنتيجه 2. وكمان بايرن ميونخ امبارح ليفاندوفسكي جاب حته جون، عالمي الولد الحقيقه. والنهارده في مجموعه من الماتشات المهمه جدا، لكن انا ارشح منهم لحضراتكم، عندنا طبعا ليفربول بورتو، مباراة يعني طبعا فيها ليفربول وبالتالي هيكون فيها نسبة مشاهدة، ان المصريين دايما عايزين يتابعوا محمد صلاح، لكن مباراة تقريبا يعني ليفربول خلاص ضمن التأهل. ممكن النهارده يورجن كلوب يشارك بتشكيلة الى حد ما ريح فيها اللعيبة الأساسية. عندنا ماتشين مهمين جدا، الماتش اللي ضرب نار، الماتش الأهم والأبرز النهارده، السيتي في مواجهة باريس سان جيرمان، والاثنين الحقيقة ضمنوا يعني فرصهم في التأهل، بس مين يتصدر المجموعة ومين يجي في مركز ثاني ده اللي هتحدده نتيجة مباراة النهاردة، وهو لقاء ثأري طبعا بعد ما تغلب البي اس جي على السيتي في مباراة الدور الأول. كمان عندنا الميلان في أتلتيكو مدريد، واحدة من المواجهات القوية جدا. على كل أحوال تفاصيل هنتكلم على الميركاتو، نتكلم على الجي بي اس لاعبتنا المصرية المحترفة في الخارج، ونتكلم كمان على إعلان الأسماء ما قبل النهائية لاختيار الأفضل في العالم من قبل الفيفا. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. تبديل وتوفيق، يعني كل الحسابات مطروحة في مباراة بكرة عشان تدور على بديل علي معلول وبديل السولية، الاثنين بيشاركوا أساسيين مع الأهلي من بداية الموسم. ممكن كريم فؤاد يظهر بكرة، ممكن محمد هاني يظهر بكرة وأكرم يخش في نص الملعب، أو كريم يلعب مكان
علي معلول، مين اللي هيسقط ورا مكان او حمدي لما يرجع؟ طبعا هيبقى محتاجين حد مع ديانج في نص الملعب، ولا حمدي هيطلع لقدام وينزل حد يلعب مكان حمدي؟ كل دي حاجات بيفكر فيها مستر موسيماني عشان مواجهه سموحه المهمه بكره جدا في مشوارنا او في اللقطه الاخيره قبل ما الدوري يقف لمشاركه المنتخب المصري. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي، نتعرف منه على اخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه سموحه واخبار تمرينه النهارده ايه. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك زميلي العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج السادسه. اهلا بيك يا فاروق. ويمكن قبل التوقف الثاني، يمكن نوعا ما طبعا غيابات مؤثره، السوليه، علي معلول، حسام حسن مش هيبقوا موجودين في مباراه مهمه جدا في مواجهه سموحه، وتعودنا من سموحه في المواسم الاخيره على ماتشات كبيره قدام النادي الاهلي. لينا حاجه عندهم وعايزين ناخدها زي ما بيقول كابتن سيد عبد الحفيظ. كلمني عن تمرينه النهارده، استعدادات الاهلي لمواجهه سموحه، اللعيبه الاقرب للتواجد في التشكيل مكان علي معلول والسوليه. يعني اقدر اقول لك ان يعني عقب المباراه الاخيره، مباراه الاهلي امام فريق غزل المحله اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدفين، فتره قصيره جدا سريعا بدا النادي الاهلي واستأنف تدريباته امس مستر بيتسو موسيماني. كانت يعني التدريب كان يعني خفيف او استشفى للمجموعه اللي شاركت في المباراه، لكن تقدر تقول ان الوحده التدريبيه الاهم كانت النهارده اللي ابتدت في تمام الساعه الرابعه، ابتدت بمحاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني، اشتغل على ايجابيات وسلبيات مباراه غزل المحله واشاد باللاعبين وروحهم وان احنا بنلعب لاخر ثانيه واخر دقيقه، وقال دي الامور اللي انا كنت اسمعها وبتميز النادي الاهلي حتى من قبل ما اجي النادي الاهلي، اشاد بهذا الامر واشاد بالكرات الثابته وضروره استغلالها، وقال ان واحده من الاسلحه المهمه جدا واللي اشتغل عليها النهارده ايضا في التدريب. ثم انطلق المران بجانب بدن خفيف مع مخطط الاحمال الكابيلو والوحده التدريبيه الخاصه بحراس المرمى مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، ثم انطلق التدريب. انت عارف طبعا زميلي احمد ان في غيابات للنادي الاهلي، غياب علي معلول طبعا اللي بيتمنى له كل السلامه، وهقدر اطمنك برضو يعني على علي معلول وحسام حسن بعد القناة مع الدكتور احمد ابو عبله. خلينا نتكلم على التدريب، ان يعني النهارده المباراه بتشهد غياب علي معلول، غياب حسام حسن، غياب عمرو السوليه، بتشهد عوده حمدي فتحي. مستر بيتسو موسيماني هيعمل ايه في نقطه الجانب الايسر؟ هل ممكن ايمن اشرف؟ هل كريم فؤاد؟ تقدر تقول الاختيارين اللي مستر بيتسو موسيماني بيشتغل عليهم من خلال التدريب، هل يكون ايمن اشرف هو الظهير الايسر مع عوده طبعا حمدي فتحي، مع وجود ياسر ابراهيم، مع وجود رامي ربيعه، مع وجود بدر بانون، ايضا كريم فؤاد واحد من اللاعبين اللي بيلعب سواء في الجانب الايمن سواء في الجانب الايسر وبيجيد هذا الامر. ايضا نقطه منتصف الملعب مع غياب السوليه، هل اكرم ان هو اللاعب اللي يعني النهارده اكتر من طريقه حاول يجربها مستر بيتسو موسيماني، وجود اكرم في قلب دايره المنتصف او وجود عمار او وجود محمد مجدي قفشه، كلها حلول بيشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني لتعويض غياب عمرو السوليه. لكن اللي اقدر اقوله لك ان هيبقى في اختلافات طبعا عن تشكيل النادي الاهلي في المباريات الاخيره، هل مستر بيتسو موسيماني هيحافظ على نفس طريقه اللعب؟ هل هيغير ل 4 2 3 1؟ دي امور كلها يعني مستر بيتسو موسيماني النهارده محير الدنيا كلها، مش يعني الامور كلها اكتر من طريقه او اكتر يعني من شكل، لكن لكن اقدر اقول لك ان اللعيبه مركزه النهارده، فرصه كبيره جدا، شايف على ملامح اللاعبين تركيز شديد جدا. الفوز زميلي احمد اللي في الدقائق الاخيره على الفريق غزل المحله على الروح المعنويه قوي عند لعيبه النادي الاهلي، بقى في تركيز اكتر، البطوله من البدايه بتناديلك، بتزود الدوافع عند اللاعبين، رفعت الروح المعنويه بالنسبه للجهاز الفني للاعبين، لكن كلها امور يعني تقدر تنبأ وتطمن كل جماهير للنادي الاهلي. فقره مخصصه او خصصها مستر بيتسو موسيماني للكرات الثابته، استغلال الكرات الثابته للنادي الاهلي سواء على الجنبين او على يعني على حدود منطقه ال 18، واشاد ان هي واحده من الحلول اللي بتخلص المباريات. ثم انتهى المران، يعني خلال لحظات هيتم اعلان القائمه لقائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء. برضو عايز اطمنك على حسام حسن وعلي معلول، كان ليا لقاء مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب فريق النادي الاهلي، اتكلمنا في شقين يعني ايه اللي بيتم دلوقتي لعلي معلول وفتره غيابه هتبقى قد ايه. ايضا حسام حسن اقدر اقول لك ان من الامس ابتدى البرنامج التاهيلي لعلي معلول، فتره غياب علي معلول هتكون من اسبوع ل 10 ايام، هي نفس الفتره المقرره ايضا لحسام حسن اسبوع ل 10 ايام. اللعيبه بتشتغل او اشتغلت من امس على الجهاز الليزر المكثف، ودوت بيقلل الالام وبيعمل تنشيط للدوره الدمويه، وايضا واحد من الاجهزه اللي هو جهاز دكتور تيكر، وده واحد من الاجهزه
اللي تم شرائها في الفتره الاخيره، وده الدعم اللي كان موجود من مجلس اداره النادي الاهلي للجهاز الطبي وتوفير كل احتياجات الجهاز الطبي للنادي الاهلي. الاجهزه دي زميلي احمد بتساعد في سرعه عوده اللاعبين وبتساعد على سرعه الالتئام او علاج الاصابات، ودي من الامور المهمه جدا اللي طمنا من خلالها الدكتور احمد ابو عبله. يعني لو هنتطرق برضو الامر تاني زميلي احمد عايز اطمن منك على اللعيبه اللي ممكن ما تكونش في الصوره قوي او كانت بعيده بقى لها فتره، يعني مدى جاهزيه محمد محمود، عمار حمدي، محمود متولي، يعني طاهر، لانه اللعيبه دي يمكن ما شاركتش او ما خدتش فرصه بشكل واضح ببدايه الموسم، مدى جاهزيتهم وامكانيه ان هم يكونوا موجودين في القائمه سريعا يا فاروق. نقطة سريعة جدا ونقطة مهمة جدا زميلي احمد، محمود متولي النهارده شارك في المران بالكامل وشارك في التقسيمة الرئيسية، واعتقد واحد من اللاعبين اللي دخل فكر مستر بيتسو موسيماني، واحد من اللاعبين اللي بيأدي بشكل اكثر من رائع، ودي من النقاط المهمة جدا النهارده. ايضا محمد محمود شارك في جزء من المران مع جانب من التقسيمة، ثم كان في جانب بدني مخصصه مستر او شق بدني مخصصه لمستر بيتسو موسيماني مع كابيلو مخطط الاحمال لمحمد محمود طبعا علشان معدلات اللياقة البدنية بالنسبة لمحمد محمود. ايضا طاهر محمد طاهر، كهربا، صلاح محسن، اللعيبه كلها النهارده كانت فرصه كبيره جدا تقب من الممكن نشوف وجوه جديده في القائمه الخاصه بمباراه سموحه. النقطه الاهم اللي عايز اختم بيها من خلالك زميلي احمد، المباراه الخاصه بمباراه السوبر ما بين الاهلي والرجاء البيضاوي، مباراه السوبر الافريقي بالظبط، في اجتماع طبعا اجتماع مكتب تنفيذي غدا للاتحاد الافريقي هيتم من خلاله مناقشه المباراه، وتم تحديد موعد مبدئي يوم 24 ديسمبر هو موعد مباراه الاهلي والرجاء البيضاوي. النقطه الاهم ان النادي الاهلي وتصريح طبعا من بناء على يعني تصريح من الكابتن سيد عبد الحفيظ اختصنا بهذا التصريح، ان كلا الفريقين سواء النادي الاهلي او نادي الرجاء البيضاوي. هحاول ارجع لك تاني على مدار الحلقه اتعرف منك على بقيه التفاصيل واعرف منك اخر الاخبار الخاصه بقائمه الاهلي اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني. خلينا نروح لفاصل وما تروحوش بعيد، ارجعوا لنا في السادسه متواصلين مع حضراتكم. سبحان مغير الاحوال، كان الطبيعي من سنين فاتت طبعا انه يتصدر قائمه زي دي برشلونه، وليه لا، وهو كان يمكن الفريق الاكثر متعه على مستوى العالم اللي بيقدم كوره قويه، كوره ممتعه، كوره هجوميه من الصعب انها تتكرر تاني، الى ان حدث التراجع. البدايه كانت مع فالفيردي، ثم جاءت الطامه الكبرى طبعا في عهد كومان، وهو تشابي هرنانديز يحاول الرجوع بالبرسا لمستواها المعروف. خلينا ناخد من خلال الفيديو كونفرنس لقاء مع خيسوس انجوي حارس مرمى فريق برشلونه السابق. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معنا واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي في السادسه. شكرا، انا الشرف ليا. في البدايه خليني اسالك عن رايك في تولي تشابي هرنانديز المسؤوليه، هل بتشوف انه عنده قدره على تصحيح مسار برشلونه وعودته مره ثانيه لمنصات التتويج؟ طبعا طبعا، تشافي هو مدرب بيعمل شغل كويس جدا وعنده افكار واضحه في التدريب، والفريق زي برشلونه طبعا اكيد بحاجه اليه، وهو كان لاعب كبير طبعا من المدرسه بتاعت يوهان كرويف، واعتقد ان البارسا معاه هيرجع في وقت قليل قوي للمستوى اللي احنا عارفينه عنه. تحت قياده تشابي خد البارسا مواجهتين، واحده في الليجا الاسبانيه مع طبعا ديربي كاتالونيا مع اسبانيول، ونجح في الفوز بالمباراه، ومباراه اخرى تابعناها امبارح طبعا
مع بنفيكا ولم ينجح الحقيقة في تحقيق الفوز وصعب من مهمته في بطولة الشامبيونز ليج. رأيك بداية، هل لاحظت أن في تطور أو في فوارق مع تولي تشابي هرنانديز فريق البارسا عن طبعا قيادة كومان كمدير فني سابق؟ حسنا، تشافي بيعمله دلوقتي ان هو هيحاول يغير عقليه اللعيبه. اللعيبه دلوقتي عندهم ثقه في انفسهم، وهي دي حاجه مهمه طبعا في كره القدم. لازم اللعيبه تؤمن بقدراتها، وتشافي قدر ان هو يرجع لهم الثقه ديت في الايام القليله ديت. واعتقد ان من دلوقتي زي ما قلت لحضرتك قبل كده بطريقه التدريب وعقليه تشافي كمدرب، اعتقد ان احنا هنشوف برشلونه مختلف وان هو مستواه هيتحسن وهيبقى احسن على المستوى الجماعي والفردي. واعتقد ان احنا بس مفتقدين ممكن القدره الهجوميه في الخط الامامي وفي ترجمه الفرص اللي بتروح للبرشلونه. ايه اهداف جمهور برشلونه السنه دي؟ هل مطلوب من تشابي هرنانديز ان هو يبني فريق جديد للبرسا بصرف النظر عن النتائج والبطولات والالقاب، ولا مطلوب من تشابي هرنانديز مع كتيبه البرسا الحاليه انه يحقق بطوله لبرشلونه؟ أنا دلوقتي إحنا عندنا حوالي 12 لعيب تحت 23 سنة، لعيبة شباب، وده بيقول إن طبعا دوت فريق للمستقبل، هو بيبني فريق للمستقبل. أما بالنسبة للجماهير فهي طبعا الجماهير بطبيعة الحال هي عايزة تشوف الفريق بينافس على كل البطولات، ولكنها طبعا في نفس الوقت مؤمنة إن الفريق دوت زي جابي ونيكو وبيون، إيريك غارسيا، عندك في أكتر من لعيب، 12 لعيب عند أقل من 23 سنة، ودوت طبعا بيحط البارسا في تحدي كبير، ولكنه هو بيبني فريق كبير للمستقبل طبعا. ولكني اعتقد ان برشلونه محتاج ان هو يعمل صفقه كبيره عشان يقدر ان هو يرجع تاني ينافس على البطولات، ولكني بقول ان المستقبل هيبقى للبارسا. طيب تعليقك على تصريحات جيرار بيكي طبعا نجم دفاع البارسا، ونفس التصريحات اللي اكد عليها تشابي هرنانديز المدير الفني ان هم رايحين لبايرن ميونخ عشان يحققوا الفوز ويأكدوا على جدارتهم بالتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة الشامبيونز ليج الأوروبية. هل توافق على التصريحات دي، وهل شايف أنه بإمكان البارسا في ظل الظروف دي أنه يفوز على بايرن ميونخ على ملعبه في ميونخ؟ طبعا طبعا الفريق يقدر ان هو تدريجيا الفريق بيستعيد مستواه تدريجيا، وهم طبعا لازم يأمنوا بقدراتهم. بس مباراة بايرن ميونخ طبعا مباراة مهمة جدا، ولكن البرشلونة بقليل من الهدوء يقدر ان هو يفوز بالمباراة، واعتقد ان برشلونة هيقدر يقدم مباراة كبيرة، وتشابي هيقدر ان هو يقدر يقدم صورة للعالم ان برشلونة دلوقتي مستواه في تحسن افضل من الاول. ازاي شفت الصفقة او اولى الصفقات اللي تم ابرامها تحت قيادة تشابي بعودة داني الفيش مرة تانية لمركز الظهير الايمن، رغم طبعا ان هو تقدم جدا في السن؟ الصفقة دي ممكن تكون ايه اجاباتها، او ازاي ممكن برشلونة يستفيد منها من وجهة نظرك؟ كومو بس لا لا الفيتشاخي دي داني الفيش. حسنا، اعتقد طبعا ان داني الفيش مع السن اللي هو فيه بدنيا طبعا
يعني ممكن ما يبقاش بدنيا على المستوى، ولكن كعقلية ومع التدريبات ان هو يقدر ان هو ينقل الخبرات بتاعته للعيبة، اعتقد انه طبعا لاعب رائع، واعتقد ان هو هيقدر ان هو يقدم مستوى كويس لانه لعيب متفاني ولعيب ملتزم، وهيقدر ان هو طبعا ينقل الخبرات بتاعته للعيبة الشباب دايما بالتفاني، ودايما كان عنده النهم ان هو يرجع للبرشلونه مره تانية، واعتقد ان هو هيقدر يفيد الفريق بخبراته. بس سينيور خصوص، خليني اسالك عن رايك الشخصي، يعني اذا قلت لك لو بايدك انك انت تضم ثلاث صفقات لفريق البارسا تقدر تساعد الفريق على العوده لمستواه مره تانية، مين هم الاسماء او ايه هي الاسماء اللي انت تختارها عشان يكونوا موجودين مع سكواد البارسا تحت قياده تشابي؟ لو انا في ايدي القرار، انا هحاول ان انا هشوف ادور على، طبعا ابحث عن لعيبه مستواها طبعا كبير مستوى، اعتقد ان برشلونه محتاج مهاجم صريح طبعا، برشلونة ان هو محتاج مهاجم صريح، مهاجم للمستقبل، وطبعا جناح، اعتقد ان احنا ناقصنا لعيبه في المنطقه بتاعه الجناح كمان، واعتقد ان بالصفقتين دولت ان القايمه بتاعه البرشلونه هتبقى مهيئه ان هي تنافس على البطولات في الموسم ده، ومع تشابي ومع عقلية تشابي كمدرب اعتقد ان اللعيبه هتستعيد المستوى بتاع البرشلونه تاني، واعتقد ان هي هتقدر تعيد التوازن للبرسا مع عوده كمان انسو فاتي، وان هو يبدا واحده واحده ان هو ياخد مستواه تاني بعد العوده من الاصابه، اعتقد ان برشلونه هيقدر ان هو ينافس على اعلى المستويات. في بعض التقارير أكدت على دخول إدارة برشلونة في مفاوضات ما زالت حتى اللحظة بتوصف بأنها مفاوضات سرية مع إدارة ليفربول لانتداب المصري محمد صلاح، إزاي بتشوف فرصة محمد صلاح، وخصوصا كمان أنه تشابي هرنانديز كان ليه تصريحات بيقول أنه خليفة ميسي في برشلونة يجب أن يكون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول؟ أتمنى طبعا، أتمنى طبعا، ده حقيقي، ده محمد صلاح لعيب كبير جدا، وصل لمستوى عالي جدا وبقى من أفضل اللعيبة دلوقتي في العالم، ولكني طبعا متفهم ان برضه ليفربول، إدارة ليفربول لو هتحاول ان هي تفكر في ان هي تبيع لعيب زي محمد صلاح مش هتبيعه بمبلغ قليل، وفي المقابل طبعا إدارة برشلونة ممكن ما تبقاش مستعدة ان هي تدفع مبالغ طائلة لاستخدام لاعب بحجم محمد صلاح، ولكني طبعا اعتقد ان محمد صلاح طبعا كنجم واحد نجوم العالم هيبقى صفقة مهمة جدا طبعا لبرشلونة، وهو دلوقتي بقى احسن من احسن ثلاث لاعيبة في العالم، اعتقد طبعا ان ادارة برشلونة هتبقى محظوظة جدا لو قدرت ان هي تجيب طبعا محمد صلاح. يهمني اعرف منك برضو بمناسبة يعني كلامك عن افتقاد بارسا للمهاجم الصريح، اخر تطورات حالة النجم الارجنتيني طبعا ونجم هجوم البارسا كون اجويرو. أعتقد إن كون أجويرو إحنا طبعا محتاجين إن إحنا نديله الوقت، لأن إحنا بنتكلم عن حسب التقارير طبعا والأنباء اللي طالعة إن عنده مشكلة في القلب، فإن هو طبعا محتاج وقت عشان نقدر إن إحنا طبعا نشوف إن هو يقدر يعود تاني للتدريبات بشكل طبيعي، ولكن طبعا الكلام اللي صادر من الأطباء إن هو محتاج وقت، أو إن إحنا يا إما إن هو هيرجع طبعا للبارسا لو حالة إن هو استعاد عافيته مرة تانية، ولكن طبعا الأخبار اللي طالعة بتقول إن هو محتاج وقت إن هو يقدر يرجع
لطبيعته مره تانية ولحالته الطبيعيه، والاطباء في النادي مع الاداره هيوصلوا للقرار الافضل بشان اجويرو. بعد الاخبار اتكلمت على انك انت طالبت اداره البارسا بتغيير اسم ملعب كامب نو، ملعب برشلونه طبعا، ليحمل اسم طبعا اسطوره الكره الهولنديه واسطوره برشلونه يوهان كرويف، ده صحيح؟ ولو صحيح ايه كان رد اداره البارسا على الطلب بتاعك؟ لا 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 مش صحيح المعلومات ديت، دي اشاعات. لا لا ما فيش حاجه من الكلام دوت. طبعا كرويف طبعا موجود طبعا في عقل كل وفي قلب كل الجماهير البرشلونه، وبرشلونه طبعا ممتن طبعا للعيب زي يوهان كرويف، قدم طبعا خدمات كتيره للنادي كلاعب وكمدرب، ولكن لو النادي طبعا اتخذ قرار مختلف او قرار تاني بخصوص الموضوع دوت، ممكن ان هم يفكروا في حاجه زي ديت، ولكن العائله او انا ما طلبتش اي حاجه من الحاجات ديت من اداره برشلونه، وعلاقه النادي بيوهان كرويف طبعا مش محتاجه ان هو يتغير اسمه للملعب او حاجه، ولكني لا انا ما طلبتش منهم الفكره ديت، ولكني اعتقد ان وجود حد زي تشابي هرنانديز في الفتره ديت يقدر ان هو يرجع البارسا للمستوى بتاعه زي ما كان مع يوهان كرويف كمدرب. كل التوفيق لتشابي هرنانديز، ده اللي بيتمناه كل عشاق البارسا وهم كتير جدا حوالين العالم، ونتمنى استعاده البارسا لمستواه، واحد من امتع الفرق واقوى الفرق لسنين طويله جدا، نتمنى ان هو يرجع مره ثانيه لمستواه. خيسوس انجوي حارس مرمى فريق برشلونه السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى ظهورك معنا على شاشه الاهلي. ده كان حوارنا عن البارسا، واعتقد انه يمكن فرصه ما زالت طبعا ضعيفه على الاقل الموسم ده، لكن يبقى الامل كبير جدا في نجم بحجم تشابي هرنانديز وهو من الجيل الذهبي لبرشلونه، انه يقدر يبني فريق جديد يستعيد بيه امجاد البارسا. خلينا نروح مع حضراتكم لجي بي اس ونتعرف، يمكن وقفنا لفتره طويله جدا، هنرجع مع حضراتكم مره ثانيه ناخد جوله في مختلف ملاعب العالم، نعرف منها اخر اخبار اللاعبين المحترفين المصريين. البدايه هتكون من انجلترا. نجمنا المصري محمد صلاح اللي بيزداد تالق الحقيقه، هو بالفعل افضل موسم محمد صلاح في الملاعب الانجليزيه، بصرف النظر عن تحقيق الالقاب وبصرف النظر عن سواء القاب جماعيه او القاب فرديه، لكن محمد صلاح بيقدم موسم استثنائي بشهاده الجميع الحقيقه. شارك صلاح في اخر مباراه طبعا امام الارسنال واللي انتهت بفوز ليفربول بنتيجه عريضه جدا 4-0. صلاح سجل خلال اللقاء ده هدف من محاولتين ليه على المرمى، متوسط تقييمه في المباراه كان 7 درجات، ونجح في مراوغه واحده من اصل 7 محاولات، مرر الكره 33 مره منهم 27 تمريره صحيحه بنسبه دقه 82%، وحاليا طبعا ليفربول بيجي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطه، والقيمه التسويقيه لصلاح حاليا 100 مليون يورو. هنفضل في انجلترا ولكن المره دي من لندن، وتحديدا مع نادي الارسنال والنجم المصري محمد النني اللي يبدو انه بيستعيد ثقه ارتيتا مره ثانيه. محمد النني لاعب الارسنال شارك في اخر مباراه للارسنال كبديل، والحقيقه طبعا كانت في نفس المباراه اللي خسر فيها فريقه امام ليفربول بنتيجه 4-0، ومده مشاركه النني كانت مده 10 دقائق، معدل تقييمه في المباراه كان 6.5 درجه، وخلال المشاركه البسيطه دي قدر النني انه ينفذ 9 تمريرات منهم 8 تمريرات صحيحه، وارسنال حاليا بيحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطه، والقيمه التسويقيه لمحمد النني حاليا حوالي 10 مليون يورو. هنسيب انجلترا وروح لتركيا، والبدايه مع احمد ياسر ريان اللي الحقيقه يمكن بدايته كانت موفقه جدا مع التاي سبور. احمد طبعا بيلعب في التاي سبور من الموسم ده على سبيل الاعاره، شارك في مباراه فريقه الاخيره امام ادنى وكبديل، وشارك لمده 45 دقيقه، وخلال المشاركه دي قدر ان هو يحط او يسجل هدف التعادل لفرقته، وانتهت المباراه للاسف بخساره التاي بنتيجه 3-1، معدل تقييمه في المباراه كانت 7 درجات.
التاي حاليا بيحتل المركز رقم 11 في جدول الترتيب وعنده 16 نقطة، والقيمة التسويقية لريان حاليا حوالي 1,000,000 يورو. هنفضل في تركيا مع حضراتكم، وده كريم حافظ. كريم حافظ بيلعب لماراتاي سبور وشارك في المباراة الأخيرة بالكامل لمدة 90 دقيقة في المباراة اللي جمعت فرقته أمام جيرسون سبور. المباراة انتهت بهزيمة فرقته بنتيجة 1-0. معدل تقييم كريم في المباراة كان 6.4 درجة، ومرر 35 تمريرة منهم 30 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 86%. خلال المباراة أرسل كريم حافظ 10 كرات عرضية بنسبة دقة 0. أعتقد دي واحدة من المهارات اللي محتاج، على الرغم أنه مركزه بيتطلب المهارة دي، لكن محتاجة شغل شوية من كريم. تسبب في ركلة الجزاء اللي اتحسبت على فرقته واللي سجل من خلالها جيسون سبور هدف الفوز. فرقته حاليا بتحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، والقيمة التسويقية حاليا لكريم حافظ 1.4 مليون يورو. هنفضل في تركيا ولكن المرة دي مع نجم طبعا المنتخب المصري مصطفى محمد اللي بيلعب لصالح فريق جلاتا سراي. للأسف طبعا هو شارك في المباراة الأخيرة كبديل، شارك في مباراة فرقته مع فنرباشا بالدوري التركي وشارك لمدة 19 دقيقة، ما قدرش يسجل فيهم أهداف وما قدرش يصنع حتى هدف. جلاتا سراي خسر المباراة دي بنتيجة 2-1، ومعدل تقييمه في المباراة كان 6.2 درجة، وأهدر يمكن فرصة وحيدة أتيحت لي في خلال الفترة اللي شارك فيها. جلاتا سراي بيحتل حاليا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، والقيمة التسويقية حاليا لمصطفى محمد 6 مليون يورو، بدلا من 6.5 مليون يورو كانت القيمة التسويقية في الشهر الأخير. دي كانت جولتنا. طبعا عندنا طبعا بقيه محترفينا، احمد حجازي ما شاركش مع فرقته اتحاد جده الاسبوع ده نظرا لتاجيل مباراته اللي كانت بتجمعه مع الهلال، والهلال طبعا كان بيلعب. مبروك طبعا الاشقاء في السعوديه، فوز وتتويج الهلال السعودي بلقب دوري ابطال اسيا للمره الرابعه في تاريخه، وبالمناسبه هيشاركونا طبعا في المنافسه على بطوله كاس العالم للانديه. عندنا كلام كتير، هنتكلم على نهائي تشامبيونز ليج الاسيوي، وهنتكلم طبعا على تشامبيونز ليج اوروبا والمواجهات المنتظره النهارده، وهنتكلم كمان على اختيارات الافضل على مستوى العالم في السادسه، بس بعد الفاصل. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، طبعا بنبارك مره تانية لاشقائنا في السعوديه. الهلال السعودي بيتوج ببطوله دوري ابطال اسيا للمره الرابعه في تاريخه، وهيبقى ان شاء الله بيشارك مع الاهلي المصري في بطوله كاس العالم للانديه. امبارح كان النهائي وقدروا يكسبوا بنتيجه 2-0. هنتكلم على طبعا دوري ابطال، طبعا دي لقطات من مباراه الامس، وبالمناسبه الماتش ده شاهد تسجيل اسرع هدف في تاريخ بطوله دوري ابطال اسيا اللي سجله ياسر الدوسري بعد تقريبا 17 ثانيه من بدايه المباراه. طبعا دي لحظات نهايه المباراه وفرحه لاعبي الهلال اللي فازوا بالمباراه على حساب وهانج الكوري بنتيجه 2-0. طيب هنشوف مع حضراتكم دلوقتي دي لقطات من بدايه المباراه. المباراة استضافتها الرياض، وده طبعا كان ملعب المباراة محدد مسبقا قبل انطلاق البطولة، وده الهدف الأول في المباراة الثانية 11 12 13 14 بوم 17 هدف عالمي بصراحة من بره المنطقة. ياسر الدوسري ده لعيب صغير من لعيب الشباب، يعني لعيبة الشباب في فريق الهلال السعودي، وكانت طبعا بداية قوية جدا. حاول طبعا بوهانج الكوري انه يعدل النتيجة، لكن للأسف للاسف بالنسبه لكوريا طبعا يعني. الهلال السعودي اكد الهدف اللي احرزه ياسر الدوسري بهدف ثاني، وقدر ينهي المباراه بنتيجه 2-0. الفرقتين على فكره عندهم ثلاث القاب لدوري الابطال، وبالفوز بتاع امبارح او بالتتويج بتاع امبارح
الهلال السعودي بينفرد بأربع ألقاب من بطولة دوري أبطال آسيا، قرعة كأس العالم مبدئيا هتكون في نهاية شهر ديسمبر اللي جاي إن شاء الله. كل التوفيق للأهلي والهلال ممثلي المنطقة العربية أو الدول العربية في البطولة. هنتكلم كلام كتير كمان على طبعا تشامبيونز ليج، أقوى وأجمل وأهم بطولة بشوفها، حتى أهم من كأس العالم نفسه. امبارح تابعنا جولة قوية جدا، والنهاردة في ماتشات في منتهى الأهمية، خلاص مراحل أو مرحلة المجموعات في اللقطات الأخيرة. اسمحوا لنا نرحب في السادسة بمحلل الكرة العالمية فاروق عصام، ضيفنا في السادسة. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا أحمد، سعيد إن أنا معاك النهاردة. شرفنا ومنورنا. إيه أكتر مباراة لفتت انتباهك امبارح قبل ما أدخل في الجداول والتفاصيل والأرقام؟ والله أنا كنت متحمس أتفرج على تشافي وبرشلونة، وخصوصا إن الماتش كان فرصة بنفيكا بارسا، فرصة ذهبية للبارسا إن هي تتأهل وما تعقدش موقفها في التأهل لمباراة بايرن ميونخ. فكنت متحمس اتفرج على تشافي، وفعلا تشافي فاجئني بتغيير كده شويه في حساباته التكتيكيه، واستغنى عن 4-3-3 المعتاده لبرشلونه والمعتاده لتشافي اللي كان على طول بيلعبها في النادي مع بيب جوارديولا، ولعب ب 3-4-3، لعب بثلاث مدافعين اروخو وبيكي ولونجلي. فكنت عايز اشوف تشافي وافكاره، لقيت ان في تطور عن مباراه اسبانيول، في لعب افضل من برشلونه، فكنت متحمس شويه عن مباراه تشيلسي واليوفي، قلت اشوف برشلونه يعني. وعجبتك المباراه؟ لا، برشلونه قدم عروض عرض قدم عرض قوي جدا قدام اليوفي. تشيلسي فريق، انا شايف دلوقتي هو عامل شغل عالمي مع تشيلسي، هو فريق متكامل بصراحه تشيلسي. يعني انت ما تقدرش لو شفنا الاهداف الاربعه من كره ثابته بيجيبوا، من تصويبات ريس جيمس بيجيب، من تواغلات جوه المنطقه اودوي جايب جون امبارح، من تواغل جوه المنطقه. فانت ما تقدرش تشوف تشيلسي ايه نقط ضعفه وتقف قصادها او توقفها، ده غير ان هو فريق دفاعي صلب جدا، اقل فريق في الدوري الانجليزي دخل فيه اهداف، اخر تقريبا 10 ماتشات دخل فيه 3 اهداف بس، في دوري الابطال دخل فيه هدف. ففريق متكامل. توخيل يمكن عنده شويه الحته بتاعه ان هو كمان في تصريحاته بعد الماتش قال ان انا يعني عندي مشكله في اختيار اللعيبه، عندي حيره دايما في اختيار اللعيبه، هو بيعتمد على المنظومه ما بيعتمدش على الافراد. شفنا لاعب قائد في الفرقه زي سيزر اسبليكويتا مش موجود، لحساب لعيب شاب زي تشالوبا في خط الدفاع، واللي هو اللعيب اللي قدر يسجل هدف الاول وبيقدم عروض جيده جدا. شفنا في خط الهجوم عدم وجود روميلو لوكاكو ما بيأثرش على خط هجوم تشيلسي. في المباراه اللي فاتت في الدوري بيلعب بيدفع بماونت وهافرتس، ميسون ماونت وهافرتس وهودسون اودوي، المره دي قعد هافرتس وبيلعب زياش، حكيم زياش. ففي تغييرات دايما، هو عنده المنظومه واحده والافراد هم المتغيرين. حتى لو شفنا الاجنب عنده ريس جيمس او تشيلويل، لو لعب الونزو في مكان تشيلويل ما بتحسش باي غياب. فاي عنصر بيغيب عن تشيلسي دلوقتي ما بيتاثرش الفريق، فدايما اي خصم بيواجه فريق تشيلسي بيلاقي صعوبه كبيره. اليوفي بقى لو اتكلمنا الناحيه الثانيه، اليوفي بس خليني قبل ما اسيب اليوفي ده يحسب الحقيقه لتوماس توخيل، يعني الايدنتيتي بتاع او الهويه بتاعت تشيلسي ما ظهرتش، رغم ان انت بتقول انه ما تحسش انه الفريق فيه نجوم من العيار الثقيل. حتى لوكاكو لسه راجع لهم يعني بعد ما تالق مع الانتر جابوه على الجاهز، ورغم كده تحس انه فريق الحقيقه يمكن من افضل الفرق المنضبطه تكتيكيا، من افضل الفرق اللي بتقدم كره جماعيه. وبيتهيألي مباراه اليوفي امبارح بيكشر عن انيابه، بيقول ان هو جاهز للدفاع عن اللقب اللي حققه الموسم الاخير. طبعا قدر يكون فرقه مرعبه. لو اتكلمنا عن الحته اللي انت بتتكلم فيها دي، انا شايفها ميزه لتوماس توخيل ان هو في تشيلسي حاليا ما عندوش النجوم البارزه. يمكن في باريس سان جيرمان كان بيقابله مشاكل شويه في راحت بعض النجوم، او لو هو عايز مثلا نجم في المباراه ما بيقدمش افضل ما عنده، ما بيقدرش يريحه شويه بتعليمات من الاداره اللي هي جايبه متعاقده مع نيمار ب 222 مليون، فما يقدرش ان هو يقعده على دكه البدلاء. لكن في تشيلسي انا اللعيب، اي لعيب بشوفه ما بيقدمش المستوى اللي انا منتظره منه او ما بيقدمش التعليمات المطلوبه منه بقدر اعاده على دكه البدلاء. فاعتقد ان منظومه تشيلسي ووجود وعدم وجود النجم بيصب في مصلحه توماس توخيل وافكاره التكتيكيه. لو حتى هو لما صرح على اللعيبه اللي عنده قال انا ما عنديش لعيب ضامن مركزه في الفرقه، يمكن ادوارد ميندي بس الحارس هو الحارس اللعيب الوحيد اللي ضامن مركزه، لكن في تنافس في كل مركز موجود في تشيلسي. مرشح ميندي من ضمن افضل حراس العالم. بس خلينا نرجع النقطه دي، يبدو برضو انه في اوقات كتير جدا كثره النجوم جوه اوضه اللبس بتبقى لعنه على المدربين. يعني 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 لما يبقى عندك نجوم، اذا كنت بتتكلم يعني على سبيل المثال على بي اس جي، عندك نيمار ودي ماريا وليونيل ميسي وفيراتي ودراكسلر ويعني انت بتتكلم على 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 نجوم الكوكب العالم. كلهم على نجوم الكوكب كلهم موجودين. يعني ازاي تقدر تسيطر وازاي تقدر تحسس اللعيبه دي
بالعداله وبالمساواه، وازاي تقدر تتجنب اي غضب من انه لانه كلهم نجوم وكل واحد حاسس انه مفترض ان هو الاهم يعني في الفرق دي. ممكن تبقى نقمه اكتر ما تكون منها نعمه فاروق. طبعا طبعا، حتى موريسيو بوتشيتينو لما اتكلموا ان هو دلوقتي مرشح لتدريب مانشستر يونايتد قالوا ان هو مش سعيد في باريس. حد يبقى معاه فرقه زي بي اس جي دي وما يبقاش سعيد. لكن اكتر واحد يحس بتاثير الفرقه دي ووجود نجوم العالم في الفرقه هو المدرب. ليه؟ لان عندك قدام ميسي ونيمار ومبابي، هتقدر تقعد اي لعيب فيهم في مباراه واحده؟ عندك على دكه البدلاء مورو ايكاردي كان هداف في الدوري الايطالي وكان لعيب يعني فكرني كده قبل توماس توخيل كان اوناي امري اللي ماسك بي اس جي. كان اوناي امري بس كان الفريق اخف شويه بصرف النظر، بس يعني اوناي امري واحد من افضل المدربين واتظلم في البي اس جي واتظلم في بي اس جي. جه بعده توماس توخيل واحد من افضل المدربين في العالم، وحاليا بوتشيتينو واحد من افضل المدربين في العالم، وكلهم يبدو انه ما حدش قادر يعمل حاجه يعني ما يدوش حق الهدف الرئيسي اللي هو دوري ابطال اوروبا. القصه مش قصه بس يعني نجوم ومش قصه بس مدير فني، لكن القصه بتقول انه في حاجه في المعادله غلط. كتيم، انت بتلعب كره القدم كتيم 11 لاعب، انا عندي الكتيبه النجوم ماشي ممكن احط نجم اثنين، لكن ما تنفعش الفرقه كلها في كل خطوطها يبقى كلها نجوم. ما ينفعش اتعاقد مع فينالدوم لعيب كان نجم في ليفربول واجيبه واحطه على دكه البدلاء لحساب لعيبه زي باريدس وفيراتي، هقدر اريح مين منهم؟ يعني فيراتي نجم في اليورو ونجم منتخب ايطاليا، مستحيل ان انا اقدر اقعده على دكه البدلاء لانه هو بيقدم لي في الملعب المستوى اللي يخليه يلعب اساسي. نفس الكلام في خط الدفاع، سيرخيو راموس لما يرجع هيلعب مكان مين؟ ماركينيوس، كيمبيمبي. كيمبيمبي ما يقدرش يريحه لان هو كيمبيمبي بيعتمدوا عليه في فرنسا كمستقبل دفاع المنتخب الفرنسي، فما يقدرش ان هو يقعد كيمبيمبي. ماركينيوس قائد الفرقه، قائد الفرقه وهو هيضطر يلعب بثلاث مدافعين. صحيح. فبوتشيتينو عايز يهرب بقى من الصداع ده كله ويروح فرقه زي مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد هنيجي نتكلم عليه، ان يبدو انه لعنه سولشاير اتفكت مع مايكل كاريك. بس خليني اسالك، حتى على مستوى حراسه المرمى عندك حارس كبير جدا زي كيلور نافاس وتروح تتعاقد مع دوناروما، يمكن هو المركز روما. يمكن المركز ده الوحيد اللي حب بوتشيتينو يعمل فيه منافسه شويه، خرج منه رايولا وكيل اعمال دوناروما وصرح تصريح غريب جدا، كان بالنسبه لي غريب جدا ان هو خرج هدد تهديد مباشر، قال لهم دوناروما لو استمرت المنافسه ما بينه وما بين كيلور نافاس وما لعبش دوناروما هيمشي من باريس سان جيرمان. انت متعاقد مع افضل حارس في العالم، الحارس اللي واخد افضل لاعب كمان في بطوله اوروبا مش افضل حارس. فانت واخد دوناروما، ما ينفعش ان هو يقعد على دكه البدلاء، مع ان كيلور نافاس حارس ممتاز جدا وبيقدم عروض جيده جدا طبعا. فكان حابب ان هو يديله، بدا كيلور نافاس الموسم وكان هو بياخد اكتر من دوناروما. اعتقد شغالين بنظام الدور يعني المدوره بس بعد تصريح منه رايولا شويه بدا دوناروما يظهر في الصوره وبدا ياخد فرص اكتر، لان هو باريس سان جيرمان متعاقد مع دوناروما على اساس ان هو الحارس المستقبل يعني. طيب هاجي باريس سان جيرمان، طبعا النهارده ماتش ضرب نار يعني، مباراه اولا بين فرقتين قوه عظمى يعني، كل واحده منهم فرقه مليانه بالنجوم، فرقتين الاثنين مرشحين لتحقيق اللقب، مباراه سائريه من الموسم اللي فات ومن المباراه بتاعه الدور الاول في المجموعات. بتكلم طبعا على مان سيتي في مواجهه بي اس جي، بس الاول لازم اعدي على اليونايتد اللي يبدو انه على الرغم من تعثره يعني ومعاناته محليا مع سولشاير، لكن امبارح مع طبعا تحت قياده كاريك، مايكل كاريك قدام فياريال قدر ان هو يستعيد يعني ذاكره، بقى هقول ذاكره لانه بقاله كتير تهيألي ما كسبش، ذاكره الانتصارات مره تانية ويكسب فياريال بنتيجه 2-0 بره ملعبه ويحافظ على فرصته في صداره المجموعه والتاهل للادوار اللي جايه. والله هو كان بالنسبه لي اسبوع الهنا والسعاده ان سولشاير مشي، بصراحه كان قرار متاخر جدا كان لازم يتاخر. ما ينفعش تبقى في فضيحه لواتفورد، خلاص كل المؤشرات بتقول انه كان لازم والله يمشي. من قبل واتفورد، من اول ماتش ليفربول يعني، هم ادوا له الفرصه قلنا لحد التوقف الدولي خلاص في اسبوعين يعني، خد وقت ان هو يبقى في اسبوعين عشان تغيير المدرب، لكن بعد التوقف الدولي يجي سولشاير ويكمل، وتصريحات غريبه جدا ان هو خد وعود ان هو مكمل ومنصبه في امان. منصبك في امان ازاي؟ انت بتخسر من الغريم التقليدي وبتخسر في الديربي من مانشستر سيتي، بعد كده بتلعب بتخسر بفضيحه 4-1 ضد واتفورد. فكان لازم يقال. بالنسبه لي اللي كان غريب في مانشستر يونايتد شويه ان هم كمل الجهاز الفني كله يعني. هو هل المشكله كانت في سولشاير بس؟ في مانشستر يونايتد دايما او في في في, في الانديه الانجليزيه المدير الفني ما بيبقاش مسؤول اكتر عن التاكتكس، الجهاز الفني اللي معاه هو اللي مسؤول عن الامور الفنيه وتحضير اللعيبه للمباريات. فانت مشيت الراس الكبيره وسبت مايكل كاريك، سبت ماكينه المساعد، سبت مايك فيلن، الجهاز كله موجود، ما غيرتش اي حاجه. حتى بول سكولز كان بيتكلم في تحليله لمباراه فياريال
قال ان هو التغيير ده ما حصلش اي تغيير غير ان اللعيبه حست ان هو في مدرب قادم في دفعه جديده هتبقى موجوده، لكن تغيير فنيا ما حصلش، لان دايما اللعيبه الجهاز الفني اللي كان موجود هو الجهاز الفني اللي كان مع سول شاير، فكان مفروض ان الجهاز الفني كله يقال ويجي جهاز فني مؤقت، وهم حاليا بيدوروا على مدرب مؤقت. لكن ضد فيا ريال بصراحه كان مانشستر يونايتد قدم عرض متماسك شويه، مش هنقول عرض جيد لكن هو كان عرض متماسك شويه، قدر يعالج بعض الثغرات مايكل كاريك، واعتقد ان هو لابد من تغيير قريب جدا في مانشستر. هكمل كلامي عن مان يونايتد خصوصا طبعا على المدرب او المدير الفني المرشح لتولي المسؤوليه خلفا لسولشاير بعد طبعا كاريك، لانه كاريك طبعا مرحله اعتقد انها مش هتطول كتير، مرحله مؤقته لغايه لما يتم الاستقرار على اسم المدير الفني اللي جاي. اسمحوا لي اروح لفاصل كمان عشان ينضم لنا واحد من محللين الكره العالميه، هيكون ضيفنا كمان مع فاروق في السادسه نادر شبانه، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع ونرجع على طول. هو مفيش شك، يعني مفيش شك ان كلهم اسماء تقيله جدا، كلهم عباقره في مجالهم يعني، لكن جوارديولا في حته ثانيه يا جماعه، يعني خلينا برضو نكون موضوعيين، الراجل الحقيقه سابق عصره بسنين ضوئيه، فما يعني حدش بيتكلم كوره في العالم زي ما جوارديولا بيتكلم، كله طبعا اسماء. كونتي عامل انجازات عظيمه جدا، هانس فليك مع بايرن ميونخ الموسم الاخير، دييجو سيميوني بقى له سنين بياكد دايما انه مدرب كبير مع اتلتيكو مدريد، يعني بس برضو يعني جوارديولا في حته ثانيه، مش عارف ضيوفي يتفقوا مع ده. خليني بدايه طبعا ارحب بنادر شبانه اللي بينضم لنا دلوقتي. مساء الخير يا نادر. مساء النور. اهلا وسهلا بيك في السادسه، وطبعا برحب برضو بفاروق مره ثانيه. اهلا بيك يا فاروق. انا كلامي مع انا إيه؟ يعني انا اتفق معاك ان هو جوارديولا مدرب عبقري وكل حاجه، بس انا عايز اشوفه في تجربه بصراحه مع فرقه اقل شويه. يعني فرقه اقل من بايرن ميونخ، من برشلونه، من مانشستر سيتي. الفرقه دي من غير مدرب كانوا بياخدوا بطولات. مانشستر سيتي بليجريني مدرب متوسط جدا قدر ياخد بيه الدوري، مانشيني قدر ياخد بيه الدوري، بايرن ميونخ بياخد الدوري ممكن لو ما عينوش جهاز فني، برشلونه هو قدر يعمل طفره. فانا حابب اشوفه في فرقه ما عندهاش الامكانيات، هل هيقدر يلعب الكره بتاعته وهل هيقدر يقدم فلسفته؟ هو مدرب متجدد ومدرب دايما بيلاقي جديد ودايما في افكار، بس زي ما قلت لك حتى قبل الهوا ان هو بيحب يفرض شخصيته شويه على الفرقه اللي بيدربها. يعني دايما فرقه كره القدم اللاعب هو النجم، دي معتمده على اللعيب، المدرب بيقود الفرقه. طب مين الاقدر من وجهه نظرك؟ مانشيني. ان كنت شفت سيميوني عمل موسم حلو، بس ان مستوى ريال مدريد وبرشلونه كان متراجع، ده ساعد سيميوني شويه، لكن روبرتو مانشيني حقق انجاز كبير جدا للكره الايطاليه فهو اللي يستحق. نادر. انا شايف توماس توخيل الحقيقه، يعني توماس توخيل جاي وهو كمدرب مؤقت زي ما الناس كانت شايفه ان هو كمدرب طارئ زي ما كان يطلق عليه، جاي لفريق ما كانش بينافس على حاجه تشيلسي. تختلف معانا؟ لا مش لا، الحقيقه انا شايف ان توماس توخيل في وقت ما مسك تشيلسي ما حدش كان متوقع ده حقيقي. ماشي مطرود من باريس سان جيرمان بسبب مشاكل ما بينه وما بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي، ما حدش كان متوقع نجاحه مع تشيلسي. مره واحده انت لقيت في خلال 3 او 4 شهور توماس توخيل في فاينل، ولا حد كان متوقع نجاح تشيلسي معاه ولا يعني اي حاجه. تشيلسي لامبرد ما كانش مؤهل ان هو يكون مرشح لمجرد بالزبط. حتى المنافسه يعني، ومعظم اللعيبه اللي كانت موجوده مع لامبرد كانت متالقه، مش هم اللعيبه اللي كانت موجوده معاه، يعني لعيبه كتير اختلفت عن السكواد اللي كان مع لامبرد. كان بيدخل، لو جينا شفنا ان لوكاكو غايب مثلا مؤخرا اخر 4 أو 5 ماتشات، تشيلسي الهدافين بتوعهم الظاهرين لو تتفق معايا فاروق، تشيلويل او ريس جيمس او ماركوس الونسو لما كان موجود
اللعيبه دي كلها هي مفاتيح اللعب اللي عنده. لو هنتكلم عن الموسم اللي فات فانا شايف الحقيقه انا متفق معاك ان بيب جوارديولا مدرب عظيم لا خلاف في خارج المنافسه يعني لا خلاف لا مش برضه خارج هو يعني مفيش اختلاف في ده بس انا شايف ان توماس توخيل هو الاحق بجائزه افضل مدرب ويلي روبرتو مانشيني وبتفق مع زميلي فاروق. تمام طيب ده بالنسبه للمدربين. طب بالنسبه للاعبين القائمه الشورت ليست زي ما بيقولوا كده تعالوا نشوف الاسماء ونشوف ونتكلم شويه على محمد صلاح عشان الناس هنا كتير قوي محمد صلاح مترشح وبيرفعوا من امال وطموحات الناس واعتقد انه ده على الاقل السيزون ده صعب شويه يعني الجائزه للعام كله مش نص العام الاخير بالظبط لو كانت لنص العام الاخير لا يعلى على محمد صلاح واعتقد انه فرص صلاح في السنه الجايه اذا قدر يحافظ على مستواه وكمان لو قدر يوصل مع منتخب مصر لكاس عالم او يحقق حاجه في بطوله امم افريقيا مزبوط. اعتقد هتساعده جدا السنه الجايه لكن السنه دي عشان بس انا مش ضد طبعا اتمنى ان محمد صلاح يفوز بالجائزه بس السنه دي لا الدنيا بعيد هو من الاسماء الشورت ليستد او القائمه الاخيره اللي تم اختيارها لكن معاه برضو اسماء ليها انجازات وليها رصيد كبير كده نشوف معاكم طبعا محمد صلاح لاعبنا المصري هبتدي بيه طبعا شارك اساسي في ماتش الفريق قدام ارسنال الاخير وحقق موسم كويس جدا مع ليفربول الموسم الحالي يعني عندنا كمان ليفاندوفسكي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ كريستيانو رونالدو وميسي وان كنت كمان احط رونالدو وميسي مع محمد صلاح الى حد كبير هم بعاد شويه عن اللقب السنه دي عندنا كيفن دي بروينا نجم منتخب بلجيكا ونجم المان سيتي عندنا كمان بنزيما كريم بنزيما رغم ان في طبعا مشكله على بنزيما بالمناسبه صدر النهارده ضده حكم قضائي بالسجن لمده سنه مع ايقاف التنفيذ طبعا في قضيه الابتزاز الجنسي قضيه فالوينا ومش عارف حتى يمكن ده يعني ياثر على وجوده مع النهارده طبعا ريال عنده مباراه مهمه ياثر على وجوده مع منتخب فرنسا خلينا اكلمكم شويه بس الاول على فرص الافضل على مستوى العالم من الاسماء اللي احنا اتكلمنا عليها انا شايف ان لو هنتكلم هنبدا بمحمد صلاح زي ما حضرتك بدات محمد صلاح قدم سيزون استثنائي يعني الحالي ايوه الموسم اللي احنا فيه ده بالظبط أيوة. متفق معاك ان هو فرصه صعبه بعد الموسم اللي فات ان ليفربول ما حققش اي بطوله ليفربول تاهل تشامبيونز ليج بصعوبه في الثلاث او اربع ماتشات الاخيره بفضل جول اليسون في ويست بروميتش أيوة. محمد صلاح لو هنتكلم عليه هو افضل لاعب في العالم في الوقت الحالي من بدايه السيزون لحد الان محمد صلاح افضل لاعب في العالم تمام لا اللقب على اللقب أنا على اللقب. اللقب تحديدا انا عن نفسي لو هديه لحد هديه لروبرت ليفاندوفسكي تمام وطبعا معانا امبابي ونيمار دول لازم يكونوا حاضرين فاروق هو انت سبعت ميسي بس المفاجاه بقى تسريبات كده لا مش ممكن تسريبات بص دي تبقى كوسه متطبقه انا بقول لك 99% ميسي ليه ليونيل ميسي هقول لك انا حاجه في مؤشرات كده بتظهر قبل الكره الذهبيه اللاعب اللي بيجري حوارات مع الصحف وخصوصا ان ميسي اجرى حوار مع فرانس فوتبول الصحيفه الاساسيه اللي المسؤوله عن جائزه الكره الذهبيه اجرى حوار مؤخرا مع فرانس فوتبول اجرى حوار مع سبورت اجرى حوار مع ماركا فالاعلام لما بيجي له التعليمات شويه ان مين الكسبان ممكن يعمل حوارات مع اكتر من لاعب ده غير ان ليونيل ميسي في السنه اللي حقق فيها الانجاز اللي كان بيبحث عنه طول مسيرته انجاز مع منتخب الارجنتين صعب جدا ما ياخدش الكره الذهبيه ده كده شايب الياسمين رسمي هم دايما في عندهم حته ان ليونيل ميسي شئنا ام ابينا هو افضل لاعب على مستوى العالم بالظبط فيوم ما يحقق انجازات او السنه اللي حقق فيها انجازات او بطولات مش موجود يعني ميسي اخر موسم مع البارسا والموسم ده مع 38 هدف تفوق على بنزيما يعني هو بنزيما خلينا نتكلم ان ايرلينج هالاند مرشح مع ليفاندوفسكي بنزيما مرشح مع ميسي لكن ليفاندوفسكي تفوق على هالاند كهداف للدوري الالماني ليونيل ميسي تفوق على بنزيما كهداف للدوري الاسباني 38 جول دي توقعاتك لكن رؤيتك رايك لو انت بتدي الجائزه روبرت ليفاندوفسكي هو الاقرب 41 جول في السيزون رقم مولر اتحطم اللي ما كانش في حد في المانيا يتخيل ان رقم مولر ده يتحطم فبالنسبه لي ليفاندوفسكي عمل 2021 خياليه بصراحه موسم استثنائي ليه السنه امبارح جايب جون الحقيقه رهيب عالمي رهيب طبعا بايرن ميونخ دينامو كييف الهدف الاول لبايرن ميونخ واحده كده دبل كيك ما بتجيش هو بادئ كمان في دوري الابطال اهدافه من 2011 ميسي ورونالدو بادئين اهدافهم من قبليه بكتير وهو بينافسهم دلوقتي وقرب من بنزيما وقرب ان هو يبقى الهداف الثالث لدوري ابطال اوروبا فليفاندوفسكي لو كان موجود في السنين اللي طلع فيها ميسي ورونالدو كان جايز جدا ان هو يبقى افضل هداف في دوري الابطال هو هداف ماكينه اهداف بصراحه بجانب كمان ان ليفاندوفسكي بيلعب في منتخب بولندا فلو بيلعب في منتخب السكواد اللي مع البرتغال او السكواد اللي مع الارجنتين او بلجيكا او بلجيكا او ايطاليا مؤخرا
هنلاقي ان المنافسه ممكن تكون عشان الالقاب مع منتخب بلاده اكتر، لكن يحسب له 3 اهداف في يورو 2020 وما تاهلش لدور ال 16، ومع ذلك راجل بينحت في الصخر الحقيقه. صحيح، ولو ما فاز بيها يبقى شايب الياسمين. مين ممكن يعني؟ صحيح بجد في لعيبه كده حقبه ميسي ورونالدو اتظلموا كتير، يعني انيستا، ريبري، انيستا، فرانك ريبري، ويسلي شنايدر في 2010 بالظبط، واخد الثلاثيه وعامل كل حاجه، ومع منتخب هولندا قدر يترشح لنهائي كاس عالم وفي الاقي ما بياخدش البطوله. صحيح. طيب نروح نرجع مره ثانيه للتشامبيونز ليج، اعرف رايكم الاول اقوى مواجهه النهارده او المواجهه المنتظره من وجهه نادر ومن وجهه فاروق. اكيد سيتي وبي اس جي، يعني باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ماتش قوي جدا، الاثنين ضمنوا طبعا التاهل، بس ماتش مين في الصداره؟ مين يعني كل فريق بيبحث على الصداره؟ بالظبط الاثنين، بس انا شخصيا شايف ان الماتش ده جوارديولا مش هيفوته زي اللي حصل في الماتش اللي فات. هيرجع ان شاء الله ويكسب الماتش ده، عشان انا عايز بيب جوارديولا اللي يكسب بصراحه. تمام. والله اتعشم يخسروا وفرق سكور كبير. مين؟ البي اس جي، عشان بوتشيتينو موجود في مانشستر ما يسافرش بقى. يفضل موجود ويخلصوا معاه العقد ويمضوا معاه في مانشستر يونايتد ويجيبوا هم بقى مدرب تاني. وكانوا بيتكلموا على زيدان، بس مستحيل يعني لو اتكلمنا ان زيدان يضرب البي اس جي مستحيل، لان هو مشجع. عشان نتكلم في النقطه دي قبل الفاصل، يمكن انا هقول لك الاسماء او هقول لكم الاسماء، يعني بما ان احنا انتوا رجعتونا مانشستر تاني، الاسماء اللي اتطرحت وتقولوا لنا مين الاقرب من وجهه نظركم حتى وان كانت بعيده شويه. طبعا زيدان واحد يعني من اكثر الاسماء اللي ترشحت والكلام كان عليها كتير جدا، رغم اعلان زيدان نفسه ان هو رغبته الاولى ان هو يمسك منتخب فرنسا او يدرب البي اس جي. بوتشيتينو اتقال في لحظه من اللحظات انه الرغبه الاولى لاداره المان يونايتد هي التعاقد مع بوتشيتينو. في الايام الاخيره اتطرح، وبرده ما نعرفش مدى جديه المعلومات يعني، لكن اتطرح انه كريستيانو رونالدو عنده رغبه او تواصل مع اداره المان يونايتد انه وليه مش لويس انريكي مدرب المنتخب الاسباني. مين اقرب ومين اصلح من وجهه نظركم؟ نادر. انا شايف ان الاصلح لمانشستر يونايتد كان بوتشيتينو من قبل حتى ما كان يمسك باريس سان جيرمان. من بعد ما بوتشيتينو ساب توتنهام كان في الوقت ده سولشاير كان برضو بيعاني وكان الفريق بيعاني معاه. بوتشيتينو عارف الدوري الانجليزي وهيقدر يشتغل مع السكواد اللي مع مانشستر يونايتد ده ويطلع منه نتائج كويسه جدا. قد يكون بوتشيتينو ايامه معدوده في باريس سان جيرمان من وجهه نظر يعني الشخصيه. هو يخسر النهارده سكور فالاداره تروح مانشستر يمضوا معاه خلاص زي ما هو يخلص العقد. صحيح صحيح. بس في نفس الوقت برضو ممكن يكون هو مش حابب يجازف ان هو يمسك الفريق في في في, في نص الموسم. ليه؟ ده احنا السنه دي توقعنا مع السكواد والتدعيمات سانشو وفاران ورونالدو، اعتقد يعني توقعنا ان المان يونايتد خلاص بقى يا جماعه رجع بتاع زمان. هو اي مدرب بشكل عام هيحب ان هو يمسك الفريق في بدايه الموسم ويعمل بري سيزون براحته وكل حاجه. قد يكون هو يعني يعني انا وجهه نظري الشخصيه، ما اعرفش هو تفكيره هيكون ايه بصراحه، بس انا شايف الانسب هو بوتشيتينو. فاروق، خلينا نتكلم ان في اسمين مستحيلين وهم اللي كانوا متصدرين القائمه، وفي اسمين متاحين وممكن هم اللي يجوا. الاسمين اللي مستحيلين لويس انريكي طبعا، لان اسبانيا الاتحاد الاسباني مستحيل يمشي لويس انريكي قبل كاس العالم، لان هو العماد الرئيسي للجيل الحالي لمنتخب اسبانيا. تمام. الاسم الثاني زين الدين زيدان، وكان في اسباب بصراحه مضحكه شويه بالنسبه لي ان هو ما يجيش للدوري الانجليزي، منها المدام اللي بترفض ان هي تعيش في في في, في انجلترا وفي مدينه مانشستر. ما اعرفش دلوقتي الزوجات بقوا متحكمين شويه في تنقلات المدربين. ف يعني مفيش دبله في ايدك؟ لا لا فالاسم براحتك بقى. وكمان اللغه، زيدان دايما بيفضل يدرب فرقه بتتكلم فرنسي او اسباني. أوكي. الانجليزي عنده برضو مشكله في حاجز اللغه بعافيه شويه. غير كده ان هو ثقافته في البريمير ليج وماتشات البريمير منعدمه تماما سواء كلاعب او مدرب. فدول اسمين مستحيلين. الاسمين المرشحين تين هاج مدرب اياكس. اياكس فالفيردي من الاسماء المرشحه كمؤقت. ايوه، والا هنسيب الكوره بقى وما نتفرجش عليها خالص. يعني لو جابوا فالفيردي كمدرب دائم، لا هو مدرب مؤقت، هو ورودي جارسيا مدرب روما وليون السابق، فهم الاثنين مرشحين لنهايه الموسم لحين التعاقد مع اما ماوريسيو بوتشيتينو على حسب الصحف الانجليزيه. يا اما ايريك تين هاج مدرب اياكس، لكن مدرب دائم فالفيردي هتكون صعبه جدا. وان كنت اشك ان مانشستر يونايتد لو جه ارنستو فالفيردي وقدم عروض جيده هيدوا له عقد 3 سنين، اللي هو واضح ان العقد ده جاهز على طول، بيجيبوا له اي مدرب مؤقت. اسمحوا لي بس اقف مع حاجه، يعني اليونايتد في عز مجده كان في حد اسمه سير اليكس فيركسون، كان مدير فني لليونايتد، كان مكتسح بيه اوروبا كلها. وتشكيله اليونايتد والاسماء اللي موجوده في يونايتد وجماهير اليونايتد كمان اعتقد محتاجه كاركتر. يعني اللعيبه دي مش محتاجه بس مدرب كويس، محتاجه كمان مدرب او مدير فني ليه هيبه، ليه شخصيه تقدر تطلع من اللعيب، تتعامل تسيطر على اوضه اللبس دي وتتعامل مع اللعيبه دي وتطلع منهم احسن ما عندهم.
مين سيبكم الاسماء المرشحه، مين ينطبق عليه المواصفات دي من وجهه نظركم؟ بص، بدايه بما انك جبت سيره أليكس فيرجسون، انا كنت ناوي اتكلم عن الموضوع ده، ان استشارات أليكس فيرجسون من بعد ما مشي بتغرق مانشستر يونايتد. يعني هو سبب اساسي في بقاء سولشاير لحد دلوقتي، كان بيجدد الثقه فيه بما انه طبعا مستشار فني في مانشستر يونايتد. بقاء سولشاير لحد دلوقتي ده كان زي ما قلت لحضرتك بسببه. فكره ان هم يروحوا يرجعوا لفيرجسون نجيب مين، انا شايف لا، يعني خلي فيرجسون قاعد فوق بيتفرج على الفريق وبيشجع، وانا يعني مع احترامي لمانشستر يونايتد واساطير مانشستر يونايتد يا فاروق، بس انا شايف ان ترشيحات فيرجسون بشكل عام مش ماشيه مع كيمياء مانشستر يونايتد. يعني يحطوها على جنب او يعملوا عكسها قصدك؟ انا شايف ان معظم اللي قاله توريطه ما حصلش، يعني معظم اللي قاله كله بقى عكس. انا وجهه نظري الشخصيه كمان ان الوقت اللي مشي فيه فيرجسون مين الكاركتر يا ندر؟ انا حاليا زين الدين زيدان. هو مانشستر يمكن المشكله اللي فيها بس انه ما فيش مدير رياضي زي الانديه ده عموما في انجلترا، فما فيش حد سواء كمدرب كره سابق او لاعب كره سابق موجود في النادي ياخد القرار ده. ايد وودورد اللي هو المسؤول عن كل حاجه او نائب الرئيس التنفيذي هو راجل بنكيري، يعني بتاع حساباته، ملوش في كره القدم. يعني هو عدى النادي من مرحله كورونا، لكن هو ما يقدرش ياخد القرارات دي، فدايما بيلجأوا للسير أليكس، والسير أليكس اختياره الاول كان موريسيو بوتشيتينو. طيب هقفل بقى مانشستر يونايتد لغايه هنا. مواجهات النهارده ثانيه غير بي اس جي و سبورتنج والسيتي. عندنا طبعا ميلان واتلتيكو مدريد، واحده من المواجهات القويه جدا. سريعا رايكم فيها ومين فرصه اقرب؟ ميلان واتلتيكو عنق زجاجه لميلان. انا شايف ان هيكون صعب ان ميلان يعدي، وان كنت الكره ما فيهاش مستحيل يعني. واتمنى ان ميلان يكسب بما ان انا مشجع ايطالي بشكل عام. وان كان ده صعب بقى في الموضوع انا بشجع يوفنتوس بشكل عام. اوكي، مشجع ميلان اصلا. تمام، بس يعني بحب الكره الايطاليه. تمام. مين يكسب فيهم؟ زي ما قلت لحضرتك انا اتمنى ميلان. ميلان في نفس الوقت طبعا اتلتيكو مدريد يعني قاتل يا مقتول في الماتش ده. بعد النتائج الاخيره يعني دي برضو واحده من مواجهات القويه النهارده. طبعا سريعا جدا، انتر ميلان شختار دونسك. انتر ميلان. انتر ميلان حسم صداره المجموعه. انتر ميلان لو كسب يحسم. بشكتاش واياكس امستردام. اياكس حسم، بس اياكس السنه دي فريق مرعب. ليفربول بورتو. فاروق ليفربول طبعا. ليفربول النهارده احتمال يورجن كلوب يريح السكواد، اعتقد هيعمل تغييرات. هو تاهل خلاص صح بالزبط. يعني الارقام برضه يعني ممكن لا نشوف بس صح. هو في المؤتمر قال عكس كده، قال ان هو هيلعب باللعيبه الاساسيين. بالظبط. طيب مانشستر سيتي بي اس جي. مانشستر سيتي 6 يعني نتيجه كبيره ان شاء الله. لكن مانشستر سيتي يكسب عموما. متفق يا نادر؟ متفق بالنتيجه الكبيره دي؟ لا ما اعتقدش. لا بنهزر عشان بوتشيتينو. اتلتي وميلان. اتلتي. كلوب بروج ولايبزيج. والله هو المجموعه غريبه شويه. لو بروج كسب لايبزيج وواحد خسر من السيتي وباريس سان جيرمان اخر مباراه هتبقى مهمه جدا. تغير الترتيب. طبعا جايز، كل شيء جايز. سبورتنج لشبونه بروسيا دورتموند. ده ماتش مهم. الاثنين ست نقط. الاثنين ست نقط. اياكس طبعا اللي يكسب النهارده يكسب ولا يتعادل مع اياكس بنسبه كبيره جدا. شريف تيراسول وريال مدريد. المباراه دي بره في ملعب شريف تيراسول. شريف تيراسول كان عامل مفاجاه بتهيألي في اللقاء الاولاني، كسب سانتياجو برنابيو 2-1. الماتش ده صعب جدا لسبب، لان ريال مدريد لما يروح مولدوفا فريق بلد برده ما بتلعبش الماتشات دي كتير، الجماهير هتبقى متعصبه جدا، كل لاعب عايز يثبت نفسه ضد ريال مدريد في ارضه وضد اكبر نادي يعتبر في العالم. وفي حافز، ده انا كسبان. ممكن كل شيء في ملعب ست نقط من اول ماتشين، فهيكون بالنسبه له يعني هيموت على الست النقط اللي جايين دول. طيب نشوف ترتيب المجموعات سريعا كده مع شريف ونادر. طيب المجموعه الاولى عندنا سيتي في الصداره، وراه بي اس جي، وراه كلوب بروج، ووراهم لايبزيج. لايبزيج باي باي خلاص طبعا. كلوب بروج لسه في من بعيد. من بعيد. من بعيد. تبقى مباراه مواجهه مباشره. صحيح. المجموعه الثانيه اتفضل فاروق. اعتقد بورتو ليفربول في المركز الاول. ليفربول بورتو اتلتيكو مدريد وميلان. ميلان كان قدامه ماتشين بورتو كان يعمل حاجه، ما عملش حاجه اعتقد، يعني اتنازل عن فرصه. فما بين اتلتيكو مدريد بس رقميا لسه عنده فرصه. عنده فرصه بس صعبه جدا. بس يعني ليفربول يعني اعتقد ان هو اتلتيكو مدريد ممكن يكسب النهارده. اتلتيكو مدريد لو كسب النهارده عدى خلاص على ملعبه. خلاص تبقى ما بين ليفربول اول واتلتيكو مدريد ثاني. طيب نروح للثالثه. نادر. اياكس حسم صداره المجموعه بشكل رسمي. بالنسبه لي شايف ان دورتموند يكسب سبورتنج لشبونه خلاص صعد مع اياكس، واعتقد ان ده الاقرب يعني. تمام. الرابعه ريال مدريد انتر ميلان شريف تيراسول وشختار دونسك. معانا طبعا ريال مدريد في الصداره برصيد 9 نقاط وانتر 7 نقاط.
وشريف تراسول لسه عنده فرصه. لسه عنده فرصه. شختار هو الوحيد اللي يعني خلاص. باي باي خلاص. اه شريف ممكن يلعب دوري اوروبي، لكن لو عمل نتيجه النهارده ضد ريال مدريد هتبقى مفاجاه كبيره جدا. طبعا ده ريال مدريد يروح يوروبا ليج. اه ريال مدريد لا هيبقى عنده المباراه الاخيره بقى اللي بقى لسه. اه شريف تراسول سته، لو كسب النهارده ريال اه يبقى تسعه لريال. اه يبقى الجوله الاخيره بقى بين الثلاث فرق تحسم المجموعه. طيب الخمسه، الخمسه دي الماتش اللي جاي ده حاسم ومصيري بالنسبه لبرشلونه. ف يا لهوي يا ذكريات الثمانيه، لك ان تتخيل ان برشلونه لا وجيرار بيكي وتشابي هرنانديز بيتحدوا يا حته داريني، لكن هم بيتحدوا بصراحه. تحدي بايرن ميونخ اصلا يعني فرقه فايقه جدا السنه. اي فرقه غير البايرن ممكن تقول علامه كامله 15 نقطه هريح، لكن دولت هينزلوا يعني شادين حيلهم. واكيد حاجه يعني حاجه اساسيه ان بايرن مش هيبقى محتاج ان برشلونه يكون منافس ليه في الادوار المتقدمه. فرص بنفيكا رغم انه متاخر في الترتيب عن البارسا اعلى من فرص البارسا، انه هيلاعب طبعا دينامو كييف. دينامو كييف اخر المجموعه على ملعبه، على ملعبه في والبارسا هيطلع بره يلاعب البايرن. لو نتخيل المجموعه دي لو كان بنفيكا سجل الهدف الاخير الفرصه الاخيره اللي جت في كان باي باي خلاص. كان باي باي خلاص. كان باي باي خلاص. نروح السادسه، يونايتد فيا ريال اتلانتا يانج بويز. نتيجه ماتش اتلانتا ويانج بويز، التعادل اتلانتا اهل مانشستر يونايتد كاول كمان كمتصدر المجموعه. ما بين فيا ريال واتلانتا هيلعبوا بعض مواجهه مباشره على التاهل للجوله القادمه. دي اخر محطات المجموعه. طيب مين اللي كشر عن انيابه وقال انا فريق مرشح او فريق جدير بتحقيق؟ طب ناخد السبعه، يلا السبعه بسرعه. ليل وريد بول وسيبيا وجميلية وفولسبورغ كلهم قريبين يعني كلهم ورا بعض في الترتيب. المجموعه دي قبل البطوله يعني وقت القرعه الناس كلها كانت بتتكلم انها مجموعه يوروبا ليج ومجموعه مش هيبقى فيها منافسه وفي فرق هتضمن. ايوه واضح ان دي اكتر مجموعه فيها تنافسيه لحد الجوله الاخيره. تمام. الاربعه عندهم كلهم عندهم نفس الاربعة الفرص. عندهم الاربعه فرص. عندهم فرص التاهل. والمجموعه الاخيره المجموعه الثامنه تشيلسي خلاص طبعا ويوفنتوس، وتشيلسي هيتاهل متصدر طبعا بحكم المواجهات المباشره فريق الاهداف واعتقد اتحسمت خلاص. وسان بيترسبرج ومالمو طبعا باي باي من زمان. زينت هيتاهل بقى هو طيب دوري من المجموعات بانت ملامح الدور اللي جاي. مين الفريق اللي تقول انه قدم اوراق اعتماده يعني في مرحله دور المجموعات وبيقول انه جاهز للمنافسه على اللقب من وجهه نظرك؟ انا شايف ان بايرن ميونخ. او اختار لي ثلاث فرق يا نادر من وجهه نظرك. 1 2 3. انا شايف ان بايرن ميونخ رقم واحد بعد الاداء اللي بيقدموه والعلامه الكامله في الماتشات اللي قدموها. ماشي. رقم اتنين بالنسبه لي شايف ان هي قد تكون مفاجاه شويه بس اياكس امستردام. اياكس عامل بطوله استثنائيه من بدايه البطوله. ما يحققش طبعا اللقب. انا بقول لك من الفرق اللي قدمت مستويات ممتازه في الدور الاول. لكن عايز تكتفي ببايرن ميونخ كمرشح يعني. بايرن ميونخ مرشح الفريق الأساس. الوحيد الحالي اللي عنده الشخصيه اللي بعديه تشيلسي على طول. اللي بعديه تشيلسي. فاروق تشيلسي رهيب بس ما اعتقدش ان هو هيحافظ على اللقب يعني. هيبقى عنده منافسه شديده جدا من انسى نص النهائي. ممكن نتكلم كده الاربع فرق. هنقول مانشستر سيتي ده والقرعه بس ما ظلمتش يعني. عارف القرعه ممكن تجيب لك حاجه بس هم كلهم اوائل فممكن ايه يتفرعوا كده يبعدوا عن بعض. بس ممكن يجوا بعد كده تلاقيهم خابطين في بعض في الثمانيه او في الاربعه. هنلاقي تشيلسي مانشستر سيتي بايرن ميونخ. ما اعتقدش ان هي ممكن تخرج بره الثلاثي. تشيلسي مانشستر سيتي سيتي بايرن ميونخ. استبعدت بي اس جي. خلاص هم بوتشيتينو مدرب قليل يسيبوه بقى يعني. ما اعتقدش ان هو يعمل معاهم حاجه. نادر متفق؟ لا اعتقد بي اس جي اكيد هيكون موجود رغم ان عاطفه فاروق طبعا ان بوتشيتينو يمشي بس طيب. لا برضو الفريق عنده فرص بالنجوم اللي موجوده. هبعد معاكم سريعا جدا. عايز اغطي معاكم الميركاتو الشتوي لانه كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت عن عدد كبير جدا في حاله نشاط في السوق غير طبيعيه. كلام كتير جدا على بعض الصفقات سواء مرتبطه باسماء مدربين او سواء وخلينا نبعد عن مدربين. هكلمكم على لعيبه عشان وقتنا. اهم الصفقات اللي انتم سمعتوها او اللي تكاد تكون صفقات متفق عليها في الميركاتو الشتوي اللي جاي. نادر اعتقد رقم واحد هو كيليان امبابي باريس سان جيرمان بنسبه كبيره. هيكون لسه في كلام طبعا ريال مدريد والمشاكل ما بين باريس سان جيرمان، فهل هو هيخلص مع اللاعب في الصيف ولا هيتفق معاه بشكل رسمي في يناير؟ بس اعتقد ان دي يعني اكتر صفقه الناس مستنياها في يناير اللي جاي. كيليان امبابي من بي اس جي لريال مدريد. لريال مدريد. اعتقد هتبقى صفقه كبيره قوي انها تحصل في يناير يعني. يناير الانديه دايما بتحافظ على لعيبتها. ان باريس سان جيرمان يستغنى عن كيليان امبابي ده يعني لو ريال مدريد عرض في الصيف 150 مليون ومارديوش 200 وصل سمعنا انه وصل 200 ومارديوش مستحيل يعرضوا فلوس في يناير. في وسط السيزون هيستغنوا عن اهم واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في. انا بتكلم في فكره ان انت توصل لاتفاق مع اللاعب خلاص انت بشكل عام في الصيف الموضوع في الصيف ممكن هينتقل في الصيف، لكن في وسط السيزون اعتقد صعب جدا يروح. رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج خلاص هو ايامه معدوده في بارسا، وجهته اللي جايه بارسا بنسبه كبيره البارسا، بس الكلام برضو عن محمد صلاح ممكن شويه ياجل صفقه ستيرلينج بالنسبه للبرشلونه، لكن هو حاليا ايامه معدوده في مانشستر سيتي، خلاص وصل لطريق بلوك كده مع بيب جوارديولا، ما بيلعبش ومالوش تاثير في الفرقه، فخروجه حتى في شهر يناير مش هياثر على الفرقه في الدور الثانيه، فمتوقع ان هو ممكن يروح برشلونه بنسبه كبيره جدا. مو صلاح والبارسا الصيف في كلام كتير، صيف مش ميركاتو شتوي، مش ميركاتو شتوي لا وما اعتقدش ان صلاح هيتعلن عن تجديده قريب. هو مركز حاليا مع ليفربول ومركز مع في بطوله الامم ومباراه شهر مارس مع المنتخب المصري، فهياجل كل قراراته لحد الصيف ما يجي، وقتها برشلونه بقى يقدم عرضه. يعني هاجل كلامي على الميركاتو لانه لسه شويه، ويمكن على الاسبوع اللي جاي تكون الدنيا بقت اوضح. استمتعت بوجودكم جدا معايا، وبشكركم شكرا جزيلا على التغطيه، واتمنى ان شاء الله تتابعوا وجبه ممتعه جدا النهارده. البي اس جي اللي زي ما رشحت لحضراتكم، بي اس جي مان سيتي، اتلتيكو مدريد، اي سي ميلان، ماتشين الحقيقه النهارده هيكونوا ضرب نار، وبكره ان شاء الله نستمتع بقى ونختم الاسبوع بمباراه الاسبوع، المواجهه المنتظره طبعا. كل التوفيق لرجاله الاهلي بكره ان شاء الله في المحطه الاخيره قبل توقف المسابقه لمشاركه المنتخب المصري مع المنتخبات العربيه في بطوله العرب. كل التوفيق لرجالتنا بكره في مواجهه سموحه، واتمنى ان شاء الله تستمتعوا النهارده بماتشات بالليل في بطوله الشامبيونز ليج.